السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبابي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي Primary 2 First Term الترم الأولاني. الفيديو الثاني Part 2 الجزء الثاني من منهج Connect Unit 3 Connect with Math. Open your book افتح كتابك Page 32 صفحة 32. Connect with Math مركزة في أول بيج معانا على How many كم العدد. لما نيجي نسأل عن عدد شيء بنقول ايه؟ هاو ميني. بس اهم حاجة يا حبايبي ان هاو ميني تبدأ الجملة حط في نهاية الجملة question mark علامة استفهام، ولازم بعد هاو ميني على طول تجيب ايه؟ اسم جمع. تجيب ايه؟ اسم جمع. ما ينفعش مثلا اجيب اسم مفرد. ينفع اقول مثلا بالعربي كده كم عدد الكتاب؟ لا طبعا ما ينفعش. ينفع اقول كم عدد القميص؟ لا، يبقى لازم يجي بعدها اسم ايه؟ جامع. كم عدد الكتب، كم عدد القمصان، وهكذا. look انظر and count وعد then write. اوكي، عندنا الكلمات اللي فوق pairs of glasses coats pairs of boots dresses watches. عايزك تركز الاول قبل ما نبدأ نحل الصفحة ديت، عايزك تركز فيها كويس جدا وتشوف فيها قد ايه، فيها نظارات قد ايه، فيها بوتس قد ايه، دريسز قد ايه، كوتس، واتشز. ركز فيها عشان نعمل زي الباترن تحت المثال مع زمايلنا ده. بص كده الاولاد المؤدبين الشاطرين دول بيسألوا صاحبه صديقه بيقول له how many pairs of glasses are there، كم عدد النظارات اللي قدامك الموجودة؟ قال له، بدأ يعد كده 1 2 3 لقاهم ايه 10. قال له there are 10. بس انا عايزك تركز في السؤال كده، الولد ده شاطر، بدأ السؤال بايه؟ ب how many. جاب بعد how many ايه؟ pairs، اخرها حرف الاس كده، معناها ان هي ايه؟ بلورال، جمع. pairs of glasses are there. are there في نهاية الجملة. الولد التاني شاطر قال له طالما انت جبت في السؤال are there لازم انا اجب عليك، بس اعكسها تبقى there are، وبدأ يعد وكتب 10. انت هتعمل نفس المثال كده، لو بصيت فوق هتلاقي بيزي بي بتقول لك ask and answer، اسأل واجب. يعني حد هيسألك وانت تاجب، ومرة انت تسأل وهو يأجب، سواء من زمايلك في الكلاس او من اخواتك في البيت او اي حد بيذاكر معاك. coats، تعال نعمل سؤال عليها how many coats are there. there are، وتبدأ تعد الكوتس الموجودة قدامك في البيكتشر وتركز فيها وتقول there are وتكتب عددها. أنا مش هقول لك أنت العدد، هسيبك أنت تحل لوحدك. how many pairs of boots are there. there are وتكتب العدد. how many dresses are there. نفس الكلام، there are وتعد الدريسز وتكتب النمبر. how many watches are there. there are وتكتب النمبرز، عدد الواتشز، زي ما هو موضح فين في البيكتشر. اوكي، يبقى الصفحه دي مركزه على اداه استفهام جديده اسمها ايه؟ how many. how many كم العدد. how many بيجي في نهايه الجمله question mark، ولازم بعد how many اسم جمع يعد، بلورال لازم يكون اسم جمع بتعد. يعني ايه يعني؟ يعني تقدر تقول فيه 1 2 3. يعني مثلا ينفع اقول how many water، كم عدد الماء؟ لا غلط. لكن ممكن اقول how many bottles of water، كم عدد زجاجات الماء. ينفع اقول how many tea، كم عدد الشاي؟ لا. لكن ينفع اقول how many cups of tea، كم عدد فناجين الشاي. اوكي يا بطل، يلا يا حبايبي ننتقل على نيكست بيج ونكمل برضو مع كونكت ويز ماس. نفس الكلام في الصفحة اللي بعدها كونكت ويز ماس. look انظر and complete واكمل the paragraph then say. عايزك تبص قدامك في الجدول البياني اللي موجود ده، الرسم البياني، وعايزك تركز قوي في الهاتس، ريد هاتس، القبعات الحمراء، والجرين هاتس. بنكمل السؤال بهاو ميني، احنا لسه مكملين بهاو ميني، كم العدد هاو ميني، كم العدد هاو ميني، انا بكررها كتير عشان تحفظها. طيب تعال عد كده يا حبايبي كده هاو ميني ريد هاتس 1 2 3 4 5. يبقى عندنا القبعات الحمراء 5. طب هاو ميني جرين هاتس 1 2 3 4. اوكي، لازم طبعا الاول اخد لقطه كده للصوره وللكتاب ولاي حاجه قبل ما احل، ما اجريش بسرعه على السؤال كده. طب تعالى تحت بقى اسك اند انسر.
زميله هنا والاتنين الأصدقاء المؤدبين الشاطرين دول بيقول له How many green hats are there؟ كم عدد القبعات الحمراء اللي موجودة؟ بدأ الولد يعد أو green hats القبعات الخضراء بدأ يعد 1 2 3 4 قال له There are 4 green hats. There are 4 green hats. ركز تاني معايا في السؤال How many green hats اسم بلورال are there؟ في الإجابة بدأنا ب there are بدأ يعد 4 green hats. لو لاحظت لما يجي عندك ثلاث كلمات بتجيب الرقم الأول النمبر بعدين تجيب اللون وبعدين تجيب الحاجة اللي أنت بتوصفها. طيب أنا هسألك يلا سؤال وأنت هتعد يلا How many red hats are there؟ يلا الإجابة تبقى مع بعض يلا There are 5 red hats. There are 5 red hats. عندك في الباراجراف اللي قدامك ده عندك green عديناهم كام 4 هتلون 4 اربع مربعات بس والريد طبعا 5 هتلون ايه 5. اوكي يلا يا ابطال طبعا الحاجات دي بتتكتب في النوت بوك في الكراسه مش بنحلها في الكتاب كده وخلاص. يلا عشان نروح للريدنج تعال عشان نتعلم نقرا. Reading in the classroom. طبعا زي ما بفكرك تاني الكلمة اللي بتكون موجودة فوق في الكتاب هي دي المهارة اللي البيج بتركز عليها، يعني الصفحة دي مركزة على مهارة الريدين القراءة. كل الكلمات اللي قدامك دي واحد يقول لي يا مستر يا ده كلمات كبيرة جدا، أنا هعرف أقرأ؟ على فكرة في المنهج الجديد في سنة تالتة هيجيب لك قطع وأنت هتأجب عليها، وطبعا اللي بيدرس في كونكت بلس بياخد اصلا الباسج القطع، يعني انت مش قليل عنه، ده انت ممتاز وشاطر. Look انظر ولسن استمع اند ريد. انا هقرا الجمله وهمشي معاك واحده واحده وهترجمها لك كده. This is my school in Swiss. هذه مدرستي في السويس. We go to school early. نحن نذهب الى المدرسه مبكرا. We sit down. نحن نجلس. To start our lessons. بنجلس لكي نبدأ دروسنا أو حصصنا. We listen to our teacher. بنستمع إلى معلمتنا. Mrs. Hadir. السيدة هدير. It's time for our art class. حان وقت حصة الرسم. I draw two trees and a flower. أنا برسم شجرتين وواردة. We stand up. بنقف to say goodbye عشان نقول إلى اللقاء to our teacher إلى معلمتنا. We go home بنروح البيت at 2:30 p.m. الساعة 2:30 مساء. At 6 o'clock في الساعة السادسة I do my homework أنا بعمل واجبي. شفت انت لما كنت شايف الباسج القطع كنت انت مخضوض ازاي؟ طلعت سهلة جدا. This is خدناها we نحن و school مدرسة و stand up و sit down و listen و teacher و time و go home و goodbye. كل دي كلمات انت درستها لكن هي موجودة لك في صيغة ايه؟ passage. عشان كده بنقول لازم نحفظ الكلمات الاول براحتنا خالص عشان لما تجيلنا القطع ما يبقاش عندنا اي ايه مشكلة. اوكي اقرأها لك تاني بس هقف عند ايه الفول ستوب عشان انت وانت بتقرأ بعد كده ما تقولش مثلا This is my school. لا عينك بتخطف الجملة كده وتقف عند الفول ستوب. This is my school in Swiss. We go to school early. We sit down to start our lessons. We listen to our teacher Mrs. Hadir. It's time for our art class. I draw two trees and a flower. We stand up to say goodbye to our teacher. We go home at 2:30 p.m. At 6 o'clock, I do my homework. Okay. البي زي بي بقى بتقول لك لازم طبعا الباسج دي تقراها القطعة دي تقراها ايه ثلاث واربع مرات ما تكتفيش بمرة واتنين. ده الحاجة اللي انت مش فاهمها تقراها تاني. حتى دي وصية لأي حد في التستس في الامتحانات. انت لما يجي لك باسج قطعة لما يجي لك سؤال ما تبصش كده بصة سريعة وتروح تحل. لا تقرأ رأس السؤال كويس وتقرأ الباسج كويس وتقرأ سؤالك كويس وبعدين تحل. هنا البيز بي بقى بتقول لك write about yourself اكتب عن نفسك زي اللي تحت كده This is my school in تكتب البلد
I start school at تبدأ الساعة كام؟ I to my teacher. I like to draw ترسم in my art class. At الساعة كام؟ I go home. أوكي؟ لازم طبعا المهارة دي تكتبها عن نفسك عشان تبقى أنت ممتاز وشاطر وبطل. يلا نروح على النيكست بيج، الصفحة التالية Life Skills. الصفحة دي سهلة جدا، Life Skills مهارات حياتية. Listen, read and number. أول صورة Sit down please. Sit down please. اجلس لو سمحت. الصورة الثانية على ايدك الشمال Draw a picture of yourself. ارسم صورة لنفسك. جنبها Listen to the CD. استمع إلى الأسطوانة. Stand up please. قف من فضلك. Write your name. اكتب اسمك. طبعا انت هنا listen تستمع الأول، بيكون في CD عندك في الكلاس أو المس طبعا بتقولك الجملة، وانت بتعمل ايه number للpictures بترقمها وبتعدين بتقرأها. Role play with a partner. بعد كده انت مع زميل ليك هتعمل ايه role play؟ طبعا نتبادل الأدوار. تحت هنا write in the correct order. الحاجات بقى اللي انت كتبتها هتكتبها في ترتيبها الصحيح. دي طبعا instructions تعليمات بتبقى موجودة في الكلاس روم، لازم يكون في follow بتتبع الايه المعلومات ديت عشان تبقى لما المس تنادى عليك تبقى انت فاهم وعارف كويس. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية part 2 الجزء الثاني لـ unit 3 of two school connect primary to first tier. thanks for watching. تنساش لايك سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا حاطط لك تحت شرح اليونت 1 ويونت 2 في الديسكريبشنز، لازم تراجعهم الاول قبل ما تبدا في يونت 3. باي باي.